معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة الأخبار. أستاذ خالد، مساء الخير. مساء الفل يا كابتن عليك وعلى كل السادة المشاهدين. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام الحمد لله. النهاردة كنت واحد من مقدمة أو في مقدمة حضور المؤتمر المهم. إيه الدوافع والأهداف بتاعته وخرجت منه يا حضرتك؟ أنا أعتقد إن حدث كان مهم مشارك فيه زي ما انت قلت كوكبه من كبار رجال الصحافه والاعلام في مصر وتقريبا كل النقاد الرياضيين الكبار ومقدمي البرامج الرياضيه. الحدث كان برعايه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام برئاسه الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر ووزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. الحدث جاي بمناسبه الماتش المهم اللي جاي بين الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا، لكنه حد هو لن يمتد اثره الى هذه المباراه فقط بل سيمتد اثره اعتقد فتره طويله قادمه. لانه موضوع التعصب الحقيقه بقى آفة في ملاعبنا. صحيح. لازم يبقى في تصدي حقيقي ليها، ولازم كل العاملين في حقل الصحافه والاعلام في وزاره الشباب والرياضه وفي الانديه يشاركوا فعاليا في هذه الدعوه، دعوه لا للتعصب. زي ما انت قلت الماتش اللي جاي ماتش مهم جدا، ماتش مهم جدا نهائي افريقيا اللي هيكسبه هيروح كاس العالم للانديه، لكن في النهايه كمان هو ماتش مهم جدا لمصر، اول مره يبقى في نهائي بين فريقين مصريين في دوري ابطال افريقيا. مصر هي اللي كسبانه، صوره مصر مهمه جدا في الماتش ده. فانا اعتقد ان الماتش ده بالذات بكل الاهتمام والتركيز اللي هيبقى عليه من كل وسائل الاعلام في العالم كله مش في افريقيا بس، لازم يبقى ضربه بدايه كويسه انه الجماهير ترجع للملاعب، وانه نواجه التعصب بشكل حقيقي مش مجرد كلمات نقولها ونمشي وبعد كده ننساها. كويس قوي في الجزئيه دي، لانه ده كمان كلام الدكتور اشرف صبحي ان احنا دي مجرد بدايه لكن المهم الاستمرار. انت اكدت في المؤتمر على اهميه الحفاظ على الاكواد الاعلاميه وفرضها على كل الاعلام الرياضي بكل الوسائط بتاعته، ازاي ده يقدر يحصل يا استاذ خالد؟ المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام عنده هذه الصلاحيه، هناك اكواد اقرت بالذات وهي بمثابه لائحه تنفيذيه. المجلس عنده لجنه لمراقبه وضبط الاداء الرياضي بتعرض عليه تقارير بيصدر المجلس قرارات بشانها. انا اعتقد انه والمجلس كمان عنده لجان رصد ومشاهده بتعمل على مدار 24 ساعه. هذه اللجان يجب ان تعمل بكامل طاقتها وكفاءتها خلال الاسبوعين الجايين لغايه موعد المباراه دي، واي خروج على هذه الاكواد اللي هي قواعد مهنيه للممارسه الرياضيه. صحيح. يعني هذه الاكواد هي قواعد مهنيه موضوعيه جدا للممارسه الرياضيه. اي خروج على هذه القواعد اعتقد انه يجب تطبيق العقوبات، والعقوبات الحقيقه من صلاحيه المجلس تطبيقها عقوبات صارمه. شفنا قبل كده في حالات مماثله انه ممكن المذيع يتوقف، ممكن البرنامج يتوقف، ممكن حتى القناه نفسها تتوقف. اعتقد وممكن ده كمان يحصل على فكره في كل الصحافه المقروءه سواء كانت قوميه او حزبيه او خاصه. لدى المجلس هذه الصلاحيه ايضا. فانا اعتقد والمواقع الالكترونيه كمان. تمام. فانا اعتقد لو طبقنا ده في الاسبوعين الجايين بكامل الاهتمام والجديه اعتقد انها هتبقى رساله مهمه جدا ان كلنا لازم نلتزم بالروح الرياضيه في التناول، والتناول يبقى موضوع ومهني، وده اكيد هيدي رساله ايجابيه جدا لمواجهه التعصب والقضاء عليه. ما ينفعش السوشيال ميديا هي اللي تقود وسائل الاعلام، وسائل الاعلام لازم هي تبقى القاطره اللي تقود السوشيال ميديا. كنت اسالك في المنطقه ديت بقى يا استاذ خالد، السوشيال ميديا سطح اعلامي مؤثر جدا بما فيه اليوتيوب برضو، ازاي انتم شايفين ضبط المساله في النقطه دي ازاي؟ المراقبه الاداء سواء على الفيسبوك او اليوتيوب، كل وسائل التواصل الاجتماعي كمان بالقانون واللوائح ومن حق المجلس الاعلى للتنظيم الاعلامي. والمجلس اصدر قبل كده قرارات ومعروض عليه قرارات اخرى لاغلاق قنوات اليوتيوب لعدد من الزملاء. فانا اعتقد ان المساله اذا لجان الرصد والاستماع والمشاهده عملت بكامل طاقتها وصدرت قرارات جديه وحقيقيه في الفتره دي للخروج على الروح الرياضيه وعلى الاداء المهني الموضوعي، اعتقد انه هيبقى مهم جدا ورساله مهمه جدا عشان كلنا يبقى في رساله دي لازم الالتزام بالموضوعيه. اللي احنا بنشوفه كمان في السوشيال ميديا تحديدا هو الجماهير، مش بس النقاد الرياضيين، جماهير واصحاب مصالح وناس ليها مصالح كثيره في انه يستمر هذا الخلاف ويتم تزكيه الخلافات ويتم تزكيه التعصب وبيكسبوا من ده وبيتربحوا من ده. انا اعتقد انه لو قام الاعلام الرياضي وكل العاملين فيه
صحافه واذاعه وتلفزيون ومواقع الكترونيه بدورهم الموضوع المهني ان اللي هيتكتب والحقائق اللي هتنتشر هي اللي هتوصل وهي اللي هتبقى قادره انها تقود الجماهير مش السوشيال ميديا. والمعادله دي ممكن تتعمل بسهوله، المهم يبقى في اخلاص ونيه حقيقيه لده. نقابه الصحفيين عندها دور في السياق؟ نقابه الصحفيين عندها طبعا دور زي ما نقابه الاعلاميين عندها طبعا دور، لانه في النهايه لا احد يستطيع ان يحاسب صحفي او اعلامي الا نقابته المهنيه. صحيح. نقابه الصحفيين عندها وسائل متعدده للمحاسبه، انا رئيس لجنه التحقيق في النقابه. انا اعتقد انه لو في تحقيق يتعلق بهذه المساله احيل الى النقابه من اي جهه يبقى في اهتمام كامل وسرعه في الفصل فيه، لانه كلنا حريصين على ان يبقى في هذه الرساله الايجابيه اللي توصل للناس وقتها ان لابد من الالتزام بالروح الرياضيه بالمهنيه بالموضوعيه. ان شاء الله كل التوفيق يا استاذ خالد. انا شاكر ليك يا استاذ ابراهيم ولكل الساده المشاهدين. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير الاستاذ خالد ميري، رئيس تحرير الاخبار ووكيل نقابه الصحفيين. كمان خالد ميري بيرأس واحده من اللجان المهمه في المجلس الاعلى للتنظيم الاعلامي، عشان كده انا بقول لكم مصر بتتغير رياضيا.